هو لاعب مع المنتخب الوطني، كان لاعبا اساسيا، قدم الكثير خلال كأس العالم في قطر، كان ناجعا جدا بفضل ضرباته وضرباته الحرة. وبالنسبة لي هو لاعب، اعتقد ان الناحية الهجومية عنده ثالث هدافين الدوري حمد الله، طبعا قام بدور كويس جدا 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 بصراحه في ظل غياب بنزيما والوضع اللي كان فيه برضو علامه استفهام على بنزيما هيرحل ولا هيقعد. اصدقائي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. في هذا الفيديو اصدقائي اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يشترك فيها، فعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بجديد ديال الفيديوهات. غادي نشوفوا شنو قال الاعلام السعودي وباستضافه مصطفى حجي وكذلك اللاعب السابق للمنتخب المصري محمد زيدان، تكلموا على عبد الرزاق حمد الله وعوده عبد الصمد الصابري لفريق الفيحاء والمباراه اللي غتجمع بين الاتحاد والفيحاء. كلام جد رائع من اللاعبين السابقين للمنتخب المصري والمنتخب المغربي على عبد الصمد الصابري وانه عائد يعني بقوه، وكذلك على عبد الرزاق حمد الله كانه من احسن الهدافين في الدوري السعودي. اصدقائي نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو، خلي على ديالكم تعليق ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. محمد زيدان اهلا وسهلا بكم، ابدا معك مصطفى. تعرف بالتأكيد صبيري، تعرف الأداء الكبير اللي قدمه في كرة القدم سابقا سواء مع المنتخب المغربي أو حتى مع نادي الفيحاء. ما الذي يلفت انتباهك في صبيري مع الفيحاء أو حتى مع المنتخب؟ لا كنت صبيري، الواقع انا اعرف جيدا صبيري لانما عندما كنت في المنتخب المغربي تابعته كثيرا، رغبت في ضمه في تلك المرحله. ما يعجبني فيه هو ان لديه تمريرات قويه، وربما ما جعلني اتردد في ضمه هو عدم تحليه بهذه الطاقه المتفجره، لكنه لاعب مع المنتخب الوطني، كان لاعبا اساسيا، قدم الكثير خلال كأس العالم في قطر، كان ناجعا جدا بفضل ضرباته وضرباته الحره. وبالنسبه لي هو لاعب او رقم 8 من بوكس الى بوكس، ومع نادي الفيحاء راه يلعب غالبا ما يكون خلف المهاجم او راس الحربه، وهنا حتى وان كان اداؤه إيجابي جدا فقد لعب 9 مباريات وسجل 3 أهداف، ولكن يمكن أن يحقق أفضل من ذلك وهو يأتي من الخلف عندما يلعب باتجاه المرمى، يواجه صعوبات لأنه أقل قوة من بقية اللاعبين. وعندما كان في ألمانيا كان يلعب كثيرا في هذا المركز، وحتى في إيطاليا عندما لعب مع النادي دوريا واعتقد كان يلعب في المركز او رقم 8، فهو عندما يلعب في هذا المركز يقدم الكثير مع الفيحاء. رغم ذلك هو لاعب يضيف الكثير الى فريقه، واعتقد هو هش جدا من الناحيه البدنيه. جميل، نفتح ملف المباراه. زيدان، مباراه مهمه جدا. اول شيء خليني اقول لك الحمد لله على السلامه وعمره مقبوله، حياك الله كابتن. الله يخليك حبيبي، تسلم، كل سنة طيب ورمضان كريم. أنت طيب. مباراة هامة جدا بالنسبة لي الاتحاد، واحدة من الحالات القليلة في موسم الاتحاد اللي يدخل مباراة بكامل نجومه إلى جانب راح يكونون موجودين معه، باستثناء طبعا فابينيو اللي عنده إصابة طويلة، لكن بقية السبعة الآخرين راح يكونوا متاحين للاستفادة منهم. كيف راح يساعد هذا الاتحاد في مباراة أمام الفيحاء؟ يعني هيساعده جدا ان جميع اللاعبين كلهم هيكونوا موجودين ورجعوا، كان عنده اصابات كثيره جدا طبعا بخلاف فابينيو، بس طبعا رجوع بنزيما للتدريبات بتاعه الفريق انا شايفها انها نقطه اضافيه جدا. واعتقد كمان ان فريق الاتحاد يعني بيمر دلوقتي يعني باستقرار شويه في الحاله الفنيه بتاعه الفريق، بالنتائج كلها نتائج ايجابيه، اهداف كويسه،
فبنشوف ان الاتحاد دلوقتي بعد التوقف الدولي والأجندة الدولية اعتقد ان المباراة مهمة جدا جدا بالنسبة له، وفي ظل طبعا وجود كل اللعيبة المحترفين السبع لاعبين هيكونوا موجودين طبعا بالنسبة له المباراة مهمة جدا، والحاجة الكويسة ان هي على ارضه. الحاجة الوحيدة اللي هتبقى برضو صعبة شوية ان فريق برضو الفيحاء بقاله تقريبا خمس مباريات او ست مباريات بلا خمس مباريات بلا هزيمة، اخر مباراة عادل فيها وقبلها تقريبا اربع انتصارات على التوالي، فالمباراة هتبقى صعبة جدا على فريق الاتحاد، وفي نفس الوقت هتبقى سهلة لان مشكلة الاتحاد يا محمد مشكلته في الدفاع، مشكلته مش في الهجوم. يعني الاتحاد بيعرف يلعب بطريقة هجومية بشكل كويس جدا، بيعرف يحضر في نص الملعب، بيعرف يغير الكرة من ناحية اليمين لناحية الشمال، بس مشكلته الكبيرة دايما في الناحية الدفاعية، بيتلقى أهداف كتيرة جدا على فريق بحجم فريق الاتحاد ونادي الاتحاد والعناصر اللي موجودة في نادي الاتحاد. وهذا يجعلني أسألك مصطفى عن هذه الحالة اللي ذكرها محمد زيدان، إنه فريق الاتحاد يعاني بشكل كبير جدا في الجانب الدفاعي، ما هي الأسباب؟ يعني الاتحاد عنده خط وسط في مجموعة لاعبين مميزين على في الشقة الدفاعي، يعني لو تحدثنا كانتي مثلا يعني واحد من أهم اللاعبين في خط الوسط الدفاعي في العالم حتى. هذا شيء أكيد طبعا، الاتحاد له وسط ميدان ممتاز، ولكن عندما نتحدث عن الدفاع فإن المهاجمين هم المدافعون الأوائل، إذا لم يقوموا الدفاع هذا يصعب مهمة المدافعين وكذلك لاعبي الوسط، فبالتالي فعندما يكون هناك زيادة عددية وعندما لا يقوم المهاجمون بالعمل الهجومي هذا يصعب المهمة بالنسبة للكثير كثير من اللاعبين. يمكن لك أن يكون لديك أفضل لاعبي في العالم، نقول دائما في كرة القدم أن المدافعين الأوائل هم المهاجمون. صحيح الاتحاد يتلقى الكثير من الأهداف، ربما هذه مشكلة المهاجمين الذين لا يساعدون في الدفاع أيضا. جميل زيدان، إذا كان المهاجمين لا يشاركون في الجانب الدفاعي وهذا ربما يؤثر بشكل كبير جدا على حصيلة الفريق الدفاعية، كيف هم في الجانب الهجومي؟ كيف تجد أدائهم وأيضا استغلالهم للفرص؟ يعني احنا لو شفنا هنلاقي فريق الاتحاد طبعا في مرتبته ان هو الوقتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، المركز الرابع عنده 48 هدف، تلقى 33 هدف. يعني انا اعتقد ان الناحية الهجومية عنده ثالث هدافين الدوري حمد الله، طبعا قام بدور كويس جدا 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 بصراحة في ظل غياب بنزيمة والوضع اللي كان فيه برضو علامة استفهام على بنزيمة هيرحل ولا هيقعد، ده برضو بيخلق حالة من الاسترس شوية على اللعيبة. بس ان طبعا ان حمد الله يقدم موسم من وجهة نظري 17 هدف لغاية دلوقتي، لا هو بشكل كويس جدا، الفريق ماشي في الناحية الهجومية كويس. هي مشكلته زي ما احنا قلنا يا محمد الناحية الدفاعية، ان الفريق عنده في الناحيه الدفاعيه عدم استقرار. يعني احنا شفنا المباراه الاخيره، شفنا احمد حجازي كان بيلعب في منتصف الملعب مع ان هو عنده منتصف الملعب في كانتي، طبعا فابينيو مصاب، بس احنا شفنا حجازي كان بيلعب في نص الملعب جنب كانتي مع ان المفروض حجازي المركز الرئيسي ليه هو في خط الدفاع ورا جنب المدافع سعد لويز فيليب او لويز فيليب. جميل أو لويس فيليب هو دايما اللي بيلعب مع حجازي يعني، بس أنا زي ما بقول الفريق بيتلقى أهداف كتيرة جدا في الناحية الدفاعية، دي الحاجة الوحيدة اللي مأثرة على إن الفريق ما بينافسش على الدوري. يعني الفريق اللي بينافس على الدوري لازم يبقى عدد استقبال الأهداف ليه تكون قليلة جدا، الأخطاء الدفاعية تكون قليلة جدا، دايما بنشوف إن الهجمات المرتدة على فريق الاتحاد بتأثر على الفريق وبيجي عليهم أهداف كتيرة جدا من الهجمات المرتدة. وخلي بالك أنت بتلاعب بكرة النهاردة بكرة المباراة قدام الفيحاء، عندك في الفيحاء سكالا وعندك أونيكورو الاثنين مسجلين 10 اهداف كل واحد منهم، يعني الاثنين هدافين الفريق كل واحد معدل 10 اهداف، يعني الاثنين مهمين جدا 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 وهم العامل الرئيسي على الناحيه الهجوميه لفريق الفيحاء. جميل مصطفى، بالنسبه للفيحاء هذه المباراه كيف بامكان ان يحصل على النقاط الثلاث منها، لانه قاعد يقدم نتائج ممتازه وممكن يكون يعني واحد من الفرق اللي مزعجه في منتصف الترتيب. وي
نعم كما تفضل به زيدان لديهما لاعبان مميزان سريعان جدا، وبالتالي هم يدركون جيدا بأن الاتحاد يواجه صعوبات في الدفاع لا سيما فيما يخص الهجمات المرتدة، سوف يعتمدون على ذلك بفضل هذين اللاعبين السريعين جدا وصبيري الذي يمكن أن يساعدهما بتمريرات إلى الأمام، سيكون هناك هجمات مرتدة سريعة للغاية رغم أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفيحاء، ولكن سيطرح مشكلات كما قلنا، فإن الفيحاء لم ينهزم خلال 5 مباريات، الثقة عالية لدى الفيحاء، وسيمثل الصعوبة بالنسبة للاتحاد الذي لديه 7 لاعبين أجانب، ولكن هناك حافز إضافي للاعبي الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما سيصعب على النادي الأهلي على الصعيد الفني، يتم الاعتماد كثيرا على 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 الهجمات المرتدة. نعم. جميل، أخيرا زيدان، في الجانب الهجومي بالنسبة للاتحاد تفضل ثنائية حمد الله بنزيمة أم يبدأ باللاعب اللي ماخذ الرتم اللي ماشي أموره كويس اللي سجل في المباريات بشكل متواصل حمد الله وحيدا؟ أنا شايف أنه يلعب بحمد الله وحيدا والفريق ماشي بطريقة مستقرة، عنده ناحية اليمين رومارينيو وعنده ناحية الشمال جوتا، أنا شايف أن التلاتة عاملين والغمدي تحت حمد الله، أنا شايف هي دي الطريقة الأنسب دلوقتي. رجوع بنزيمة، لازم بنزيمة يرجع يدخل في أجواء المباراة، لأن رجوع بنزيمة كان قعد بقاله فترة كبيرة جدا كبيرة، رجع من إصابة برضو طويلة، كان فيه برضو لازم الفريق، أنا لو غيرت طريقة اللعب وغيرت الناحية الهجومية بتاعت الفريق اللي ماشية بشكل كويس هيبقى فيها برضو استرس للعيبة، وهيبقى فيها حالة ممكن تبوظ شكل الفريق وروح الفريق. الحالة يعني برجع لكلام كابتن مصطفى برضو، إن برضو العامل الإضافي عند فريق الاتحاد هو إنه بيلعب على أرضه، وجود يعني المباراة على أرض الاتحاد، لأن المباراة اللي جاية بعد فريق بعد مباراة الفيحاء مباراة صعبة جدا 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 على الاتحاد، فالفوز بالنسبة له بكرة في مباراة الفيحاء مهم جدا. شكرا جزيلا لك من القاهرة محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، وأيضا من مراكش المغربية كان مع نجم كرة القدم المغربية السابق مصطفى حاجي، شكرا جزيلا لكما. كاي وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنه يقولنا الإعجاب ديالكم خبير على رأيكم في التعليق على الكلام ديال مصطفى حجي وكذلك الكلام ديال محمد زيدان على اللاعبين المغربيين اللي يعني متفوقين في الدوريات الخليجية. نقول لكم خوتي الأعزاء، تلاقوا في فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.